أخرى نسمع دوما عن مقولة قصة تستحق أن تروى، واليوم قصتنا استحقت فعلا أن تتحول لفيلم روائي. فيلم نال العديد من الجوائز وكان في افتتاحية مهرجانات سينمائية عدة. فإذا كانت الشوكولاتة تجلب الشعور بالسعادة فإنها حتماً تجلب السلام أيضاً. السلام بالشوكولا أو Peace by Chocolate تم إنتاجه عام 2021 وهو فيلم مستوحى من أحداث حقيقية. يحكي قصة عائلة سورية لجأت إلى كندا وحققت بعد فترة وجيزة باستقرارها في مدينة بعيدة جداً، حققت نجاحاً كبيراً ما أعطى قضية الهجرة السورية بعداً عالمياً وجديداً. وهو الفيلم السينمائي الأخير الذي شارك فيه المخرج السوري الراحل حاتم علي بصفته ممثلاً وليس مخرجاً. على كل حال سنذهب إليك علاء، وبالتأكيد لديك المزيد عن هذه القصة التي باتت تلهم الملايين على امتداد العالم. إليك. صباح الخير نادين وسمر. نذهب إلى الفيلم، فيلم سلام بالشوكولا الذي أخرجه الكندي جوناثان كيرسر وأنتجه السوري الأصل شادي دالي، يحكي قصة حقيقية عن طارق اللاجئ السوري الذي يحاول التغلب على الظروف التي يعيش فيها في بلده سوريا، خاصة بعد قصف مصنع الشوكولاتة الخاص بعائلته، فيسافر لكندا لدراسة الطب والعمل كطبيب، ثم يستطيع أن يحضر عائلته بجانبه، إلا أن والده يقرر أن يعيد عمل العائلة من جديد وينشئ مصنعاً للشوكولاتة في كندا. شوكولا؟ هلأ قدران تفكر بأي شيء غير مشكلة بنتك؟ ولا فكر أن الشوكولا رح تفتح لأبواب كندا للبنت؟ دوي دوي أبو طارق، أنت لازم تعرف أنه هي كانت مرحلة بحياتنا وخلص، خلصت. شوكولا بابا، ما انت ما عندك لا عدة ولا شغيلة ولا شيء. هاي الصناعية اللي بعرفها. هاي الشوكولا تبعك ما حدا رح يحبها هون. These chocolates are amazing. Oh my god, they're so good. الجميل في الفيلم أنه لم يتطرق لقضايا باتت مستهلكة حول رحلة السوريين الهاربين من الموت، إنما عن رحلة نجاحهم وعبورهم إلى الضفة الأخرى، كما يؤكد على أهمية الثقافة المجتمعية التي تقدمها كندا للمجتهدين أمثال رب هذه العائلة وابنه الشاب. المخرج كان متحمساً لرواية قصة نجاح هذه العائلة، خاصة أنها تقيم في المدينة التي ولد وعاش فيها. ويقول المنتج السوري الأصل شادي دالي: قررت بدوري أن أزور هذه العائلة لأتأكد من أوضاعها وقصة نجاحها، وبعد أن قطعت مسافات طويلة جواً وبراً وصلت إلى مدينة صغيرة جداً تدعى أنيكونشن، وهي مدينة لا يتجاوز تعداد سكانها 5000 نسمة، هادئة ومسالمة ويعرف سكانها بعضهم البعض تقريبا. أصابتني الدهشة وسألت السيد هدهد صاحب القصة: ما الذي أتى بك إلى هنا وماذا أنت فاعل؟ نعود لنادين وسمر، ولكن أولا المزيد من سلام بالشوكولاتة. طبعا عاد شوي خليني شوفه. أمي في كتير برد؟ لا أمي، كندا ما في برد بنوب. It's $2,000 per month for a year, but in 12 months time, you're gonna be on your own. عم تقول إنه الشتي هون طويل، بس الجو رح يحلى كتير لما تدفي الدنيا. إن شاء الله. يا عيني. هاي الشوكولاتة تبعك ما حدا رح يحبها هون. These chocolates are amazing. Oh my God, they're so good. الو كندا، كانوا المدعين شوكولا قبل هالمره. هالكنديين سي سولت شوكولا. نو 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 ريلي جود، اتس فيري بوبولار هير. باي. انا انقبلت بالجامعه. لا تتقفف من صنعه الشوكولا يلي كبرتك وعلمتك. You would think refugees were like rats. The truth is simple. We love like everyone else. We seek peace like everyone else. طول ما انت عم تصنع الشوكولا ما حدا بالدنيا بيقدر ياخذ منك. ومن مونريال الكندية معنا بطلة الفيلم يارا صبري. يارا أهلا بك معنا في صباح العربية، نورتينا اليوم. صباح الخير يارا. يا صباح الخيرات.
شكرا كثير. يا اهلا وسهلا يا رو، مبارك عليكم هذا العمل اللي فعلا يعني حظي بردود افعال ايجابيه الى اليوم. الحمد لله. الحقيقه يمكن لانه هو الفيلم كمان بيحمل رساله كثير ايجابيه، الناس لما عم تشوفه عم تحس هيك بالراحه، عم يحسوا بال يعني يحسوا بشيء شوي مختلف عن اللي بيتقدم عاده عن موضوع اللاجئين او المهاجرين يعني يارا بيروحوا على البلاد الجديده. الى اي حد نجح الفيلم والفن بحد ذاته كرساله في تغيير الصوره النمطيه الملتصقه باللاجئ السوري من خلال فيلم بيس باي تشوكلت، وايضا ان التشوكلت هو بحد ذاته يجمع بين البشر ايا كانوا؟ ايه الحقيقه هو اختيار يعني العنوان له علاقه طبعا بالموضوع، ولكن اجى مناسب جدا لانه هي فعلا الشوكولاته تصنع السعاده كما يقال. يعني دائما بس يكون واحد متضايق او مكتئب بياكل شوكولاته بيقوم بيشعر بالسعاده، فيعني هي على المستوى الصغير. الحقيقه الفيلم هو محاولة، أتمنى أنه ما تكون الأخيرة، لأنه نحن كتير بحاجة لأنه نصنع ابتسامة، نصنع مثل ما بيقولوا أمل. الحرب دائما بتضع أوزارها على الشعوب، ولكن الاستمرار بالحياة والأمل وعدم فقدان الثقة بالنفس وبالحياة بيخلينا يمكن أنه نقدر نتقدم. وكانت هاي العائلة هي أفضل مثال. الحقيقة أنا بتمنى أنه يكون Peace by Chocolate هو يعني ليس الوحيد، بتمنى أنه هذا الفيلم يلفت انتباه صناع الدراما والسينما على ضرورة أنه نحن فعلا نقدم رسالة إيجابية، نقدم شوية أمل للناس اللي هن خسروا حياتهم يمكن، وانه ويقدروا يبداوا من اول وجديد بتقديم هيك نماذج ايجابيه. يا رب، الحديث عن المهاجرين، يعني عاده هذه القصص اللي بتكون منقوله من قصه حقيقيه دائما يثير فضولنا، انه هل تم التواصل مع الاشخاص الحقيقيين؟ هل تم التواصل مع الشخصيه الحقيقيه؟ يعني انت هل تواصلتي مع الام مثلا وجلستي معها واخذتي من شخصيتها، ام هل يعني حطيتي شويه من شخصيتك الحقيقيه على هذه الام؟ هلا الحقيقه لا، ما قدرت يعني حاولت كثير انه التقي فيها لانه المسافات كثير بعيده بين المقاطعه اللي انا فيها والمقاطعه اللي هن موجودين فيها. هن انه اجوا مره زياره، ولكن للاسف انا ما كنت قدرانه اشوفهم. بس الحقيقه انه كمان اللي بيسعف بالموضوع بالنسبه لي او للشخصيه، يعني هو بالاساس الشخصيه الرئيسيه واللي هي محور الفيلم هي الاستاذ حاتم علي الله يرحمه، وكمان لايهم ابو عمار اللي هو بدور طارق. فالأم جاي هي مثل البلسم الصغير، يعني مثل هيك شيء بلسم يعني بالعمل. ما كتير قدرت أعرف عن شخصيتها، ولكن بشكل عام أنا دائما بقول إن إحنا كأمهات والسوريات تحديدا هن بيشبهوا بعضهم بطريقة تعاملهم مع العيلة، كيف إحساسهم بأنه هن حابين دائما يضموا العيلة بمكان واحد، دائما أنه بيحسوا بالغربة إذا ما كان أولادهم معهم. ليس فقط الغربة إنه هي تترك بلدها وتطلع، لا، حتى كمان لما بيكون أولادها مو معها. لذلك كان إصرارها كل الوقت هي بأنه تجي بنتها كمان لعندها. الأم هي ما لها كتير يعني فعالية بالحدث الأساسي اللي هو يعني مصنع الشوكولا وكيف اشتغلوا، لأنه بالحقيقة كمان الأم ما كان لها كل هذا الدور العملي بالمصنع، وإنما كانت هي يعني ضرورة لأنه هي عائلة بالأخير، يعني وجودها كان ضرورة وهي عائلة. وأنا الحقيقة حبيت المشاركة بالفيلم مو لأنه الدور مساحته كبيرة أو بس، لأنه فعلا الرسالة اللي حضرتك حكيتي عنها قبل شوي، الرسالة الإيجابية اللي نحن بحاجة أنه نبثها، أنا حبيت أنه أكون واحدة من صناع فيلم بهالشفافية وبهاللطف وبهالأمل. كون واحدة من الناس يلي قدمت شيء لهدول العالم المهاجرين اللي خسروا حياتهم.
وبالتأكيد يعني دائما هناك قصص ناجحة في حول العالم تحاول كسر هذا القالب الذي يقولب فيه اللاجئون حول العالم وخصوصا السوريون منهم خلال هذه الحرب. نحن نشكركم جزيل الشكر وبالتوفيق دوما يارا صبري وكل العاملين على هذا العمل. وأيضا مشاهدينا نذكر بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان تحدث عن عائلة هدهد في خطاب للأمم المتحدة كان يعنى فيه باللاجئين. هذا لوحدة ريورد أو جائزة بالتأكيد يعني، وهذا أعطاهم دعم كتير كبير، دعم معنوي. فشكرا يارا صبري بطلة الفيلم من موريال معنا.